اللي قدمت في التنسيق الداخلي لبي اي اس واف ام اي وتجاره انجلش، وهتروح تعمل انترفيو بعد ما تدفع الرسوم ويتحدد لها ميعاد. ان شاء الله في الفيديو ده هقول لكم ازاي نجهز للانترفيو بالنسبه للاسئله، او سواء هنلبس ايه، هنروح الكليه اللي هيتعمل فيها الانترفيو، مواصلات ازاي. اول حاجه طبعا هنعملها واحنا نازلين ان احنا هنلبس، دي بديهيات. طيب هتلبس ايه بقى؟ فورمال بقى وكده؟ لا، من فضلك البس اللبس العادي اللي بتنزل بيه اي مكان، بس طبعا ما تلبس بنطلون مقطع، سلاسل، حاجات زي كده. لا، البس لبس عادي بسيط جدا، بلاش فورمال. هنلبس اللبس الطبيعي جدا، برضو كذلك البنات نلبس لبس الطبيعي اللي بينزل بيه اي مشوار، اللبس اللي بتنزل بيه وانت رايحة الدرس في ثانوي. طب ليه مش فورمال؟ انا بقولك الاحسن لانك هتتشاف هناك انك اوفر. لو لبست فورمال هتتشاف انك اوفر، لان الموضوع بسيط، هو اصلا اجراء روتيني جدا، يعني الموضوع مفهوش ضرر ولا ضرار لاي حد. في الاول وفي الاخر ده مش امتحان قدرات خالص. خلاص لبست ونازل، ازاي هتروح المكان اللي فيه الانترفيو؟ الانترفيو هيتعمل في كلية بي اي اس اللي هي في الزمالك، شارع ابو الفدا. طيب هتركب ايه علشان توصل للمكان ده؟ لو انت من اكتوبر او زايد او حدائق اكتوبر، هتاخد اي حاجة رايحة التحرير. مفيش اسهل من ان انت تركب حاجة من اكتوبر للتحرير، عربية التحرير منتشرة في زايد واكتوبر، ومن التحرير هتاخد ميكروباص او اتوبيس رايح شارع ابو الفدا اللي في الزمالك، وهتنزل في الشارع ده تسأل عن كلية التجارة اللي موجودة هنا، اي حد هيقولك عليها لان هي مشهورة هناك. طيب لو انت قلقان انك تركب اتوبيس او ميكروباص وتنزل تسأل، تقدر ان انت اول ما تنزل التحرير تطلب اوبر ولحد الكلية، وهياخد 25 جنيه او 30 جنيه بس من التحرير للكلية، ولو طلبت اندرايف او ديدي هياخد اقل من كده كمان. برضو الناس اللي من فيصل او من الجيزة تقدر برضو انها تروح بنفس الطريقة، تركب حاجة للتحرير ومن التحرير تاخد اتوبيس رايح الزمالك، وهتلاقي اتوبيسات كتير هناك وميكروباصات كتير هناك بتخش الزمالك وبتعدي على شارع ابو الفدا. بالنسبة برضو الناس اللي من القاهرة او من وسط البلد، الموضوع هيبقى اسهل لها بكتير برضو بنفس الطريقة. كمان في ناس ممكن تركب حاجة رايحة لاسم امبابة، ومن اسم امبابة في قصاده معدية على النيل، تقدر تعدي المعدية دي، هتبقى قصاد الكلية. ولو ناس جاية من محافظة بعيدة، يعني مثلا في ناس ممكن تيجي من الفيوم برضو تنزل رمسيس، في عربيات من الفيوم لحد رمسيس، هتنزل رمسيس هتاخد حاجة اي ميكروباص رايح اسم امبابة، ومن قصاد اسم امبابة هتاخد المعدية، هتعديك الناحية التانية بس قصاد الكلية. الكلية طبعا على النيل، فمن قصاد اسم امبابة ده هتعدي النيل، هتبقى الناحية التانية قصاد الكلية اللي في شارع ابو الفدا. تقدر توصل بكل سهولة، واللوكيشن هبعته لكم على قناة التليجرام، لازم تكونوا موجودين فيها، لان انا هفضل متابع معاكم لحد ما تروحوا الانترفيو واطمن عليكم، وهفضل متابع معاكم حاجات كتير قوي لحد ما تخشوا الكلية. الاسئلة بتكون اسئلة بسيطة جدا، واصلا هتروح هناك هتلاقي دكاترة ممكن تسألك بالعربي ودكاترة ممكن تسألك بالانجليش. كل الفكرة ان هو اجراء روتيني، مش عايزك تتوتر، الموضوع مش مقياس لاي حاجة، هو بس اجراء روتيني، وحط تحتها الف خط. فمش عايزين نقلق ولا نوتر نفسنا، لان اي غلطة او اي حاجة ما فيهاش اي مشاكل لينا. اسئلة كاتبها على قناة التليجرام بتفاصيل اكتر، بقى اخشوا شوفوها كذا مرة، انبه على قناة التليجرام، مهم جدا ان انتوا تبقوا موجودين فيها. لو انتوا داخلين تجارة انجليش حلوان لازم تبقوا موجودين فيها. اول سؤال هتسأله introduce yourself، وده سهل جدا، هتتكلم عن سنك، هتتكلم عن المدرسة اللي انت اتخرجت منها في ثانوي، هتتكلم عن لو في رياضة معينة بتلعبها، هتتكلم عن نفسك عموما يعني، تمام. ولو لقيت ان هو سأل عن اسمك بس، ممكن يسألك عن اسمك بس، فجاوب على اسمك بس، ما تقعدش بقى ايه تتكلم كتير في حاجات تانية. هو سألك سؤال محدد، قالك اسمك ايه، فهتجاوب على اسمك. انما لو قالك عرفني بنفسك من غير ما يسأل سؤال محدد، فهتبدأ ان انت تتكلم عن سنك، عن المدرسة اللي انت اتخرجت منها في ثانوي، لو في رياضة معينة بتحب تلعبها، وهكذا. بعدين هيسألك عن كل قسم انت معرفتك بايه، هتبدأ تتكلم عن كل قسم انت قريت عنه قبل ما تيجي الانترفيو ايه مثلا، او ايه معلوماتك بيه، زي بي اي اس و اف ام اي و انجلش سيكشن. فهيسألك عن كل واحد، او ممكن يسألك على اللي انت عايزه ويقولك كلمني عنه اكتر.
ممكن يسألك عن هواياتك، ايه الحاجة اللي انت شايف نفسك فيها بعد ما تتخرج من الكلية، ناوي تعملها بعد ما تتخرج من الكلية. في المجمل يعني الأسئلة بتبقى سهلة، مش محتاجة اي قلق، مش محتاجة ان انت تقعد تذكرها. وبرضو للاحتياط هبعتها لكم على قناة التليجرام، تقدروا ان انتوا تراجعوا عليها بالاجابات. بس هي كلها حاجات يعني عبيطة مش هتحتاج منك وقت، بس يعني انت ممكن اصلا لو انت رايح تفتح الموبايل وتقعد تقراهم، واصلا ممكن تخش تلاقي بيسألك اسئلة مختلفة تماما عن اللي انت قريته. انا اول ما دخلت الدكتور سألني بالعربي، وسألني اسئلة خالص غير اللي انا كنت جاي مجهزها. يعني قال لي انت اسم مدرستك ايه واسمك ايه وعندك كام سنة وجيت هنا ازاي، جيت الانترفيو هنا ازاي، ركبت ايه وانت جاي وجاي منين، وقال لي الكلية انت عايزها ولا التنسيق هو اللي جابك ليها. فيعني بحاول افهمكم بس ان كل دكتور بيبقى مختلف عن التاني. ممكن تلاقي حد بيسألكوا الاسئلة بالانجليش كلها اللي هي اصلا المفروض تتسأل، وفي حد عادي بيبقى يعني ايه بيهون الدنيا شوية وبيسأل بالعربي وبيدردش معاكم وما بتكملوش دقيقتين. ومش كل واحد بيخش لوحده، وانتوا بتخشوا على يعني 10 اشخاص بيخشوا مع بعض، كل صف بيبقى فيه 3 وكل واحد بيسأله بعدين يسأل اللي بعديه وعلى حسب مزاجه. يعني ممكن ياخد من ورا ياخد من قدام، بيرتب هو مزاجه ويسألكوا كلكم بعد ما تخلصوا بتخرجوا. الموضوع ما بيكملش 3 دقايق. المهم بس انك تروح بدري قبل الميعاد بتاعك بنص ساعة، تبقى واقف مستني علشان تلحق ان انت تدخل، ما تتأخرش. بس دي اهم حاجة ان انت تكون ملتزم يعني. وبرضو بأكد على اللبس، يكون لبس عادي مش فورمال ولا اوفر بقى كاجوال اوفر، يكون لبس عادي سيمبل وبسيط مفهوش اي مشاكل. ما نقلقش ولا نتوتر، الموضوع مفهوش اي مشكلة ليكو. لو حصل اي توتر او قلق او كلمة بالانجلش قلتوها غلط مفيش اي مشكلة، عادي. هم عارفين ان انتوا مش حد بيرفكت قوي في الانجلش، انتوا لسه مخلصين ثانوية عامة بس لسه. بالنسبة بقى الاسئلة هتلاقوها على قناة التليجرام، ولو في اي سؤال تقدروا تتواصلوا معايا من خلال التليجرام.